مهرجان لبنان المسرح الدولي للحكواتي في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور. سينيوري سينيوريتا أهلا وسهلا أهلا. الفنان القدير نقولة دانيال هو ممثل ومخرج لبناني من مواليد مغدوشة عام 1945. نقول دانيال حاصل على دبلوم دراسات عليا في التمثيل من الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة عام 1968، كما هو حاصل على دبلوم في التنشيط المسرحي من إيطاليا ميلانو عام 1971. كان أستاذا في معهد الفنون الجميلة قسم التمثيل منذ العام 1979. شارك في التمثيل في أهم الأعمال المسرحية مع مخرجين كبار أمثال أنطوان ولطيف ملتقى، رجاء عساف، يعقوب الشدراوي، بيرج فازليان وغيرهم. قدم في الإخراج أكثر من 14 عملا مسرحيا لكتاب عالميين أمثال تشيكوف وداريو فو. شارك في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وما يزال، كما شارك في أهم المهرجانات العربية والأجنبية في أوروبا وأمريكا وآسيا وأيضا في العديد من الدول العربية. كما شارك في تأليف الدليل لتدريس المسرح في المدارس الصادر عن مركز البحوث والإنماء والفنون التشكيلية عام 1998. من المسرح الوطني اللبناني وجمعية تيرو للفنون تحية تقدير لمسيرة الفنان القدير نقولة دانيال المكرم في الدورة السادسة لمهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي. نزولاً عند رغبتكم، تقديراً لمحبتكم، بفخر بتقبل شرف الأبطال، إنكم اتنصتوني على العمر مارشال.